نعود لمتابعة هذه الحلقة اليوم، كل ضيوفي فيها عبر الهاتف. إذن معي الآن الأستاذ ياسين جابر، عضو كتلة التنمية والتحرير. معالي الأستاذ ياسين جابر، صباح الخير. صباح الخير ست رولا، إلك مشاهدين تلفزيون المستقبل. اليوم جريدة النهار، معالي الوزير تقول لا جديد بالمساعي الجارية بعد توقف عمل اللجنة الرباعية، ولكن اللافت يعني أن المصادر هذه اللجنة بدأت تقلل من شأن مأزق المهل القانونية. هل هالكلام يعني أن يوم 21 شباط لن يكون اليوم المفصلي بموضوع إيجاد قانون جديد للانتخابات؟ يعني هو كان طبعا مفضل انه نستطيع ان ندعو الهيئات الناخبه، والمفضل ان يعني نكون ب 21 شباط قد انهينا التوافق على كيفيه اجراء الانتخابات بموجب اي قانون. نعم. يعني هذا في عالم مثالي، ولكن يعني في حال لم يحصل ذلك، وعلى ما يبدو لن يحصل ذلك لأنه الوقت يداهمنا وباقي 7-8 أيام ل 21 شباط. فعلى هذا الأساس يعني بنهاية المطاف أنه بوجود مجلس نيابي يستطيع أن يشرع، يعني من الممكن أن يعني تعود الأمور إلى المجلس النيابي لتشريع تعديل في المهل أو غيره من الأمور الواجب تعديلها لأجل أن تحصل الانتخابات. فالأمور كما كمان ذكر معالي وزير الداخلية الأستاذ نهاد المشنوق، أيضا هناك إمكانية أنه حتى بدون الرجوع إلى المجلس النيابي هناك وقت متاح لغاية 18 أذار أيضا يمكن الاستفادة منه. نعم، الاستفادة منه بهدف يعني بالتالي نحن اليوم يعني بضل يقدر يدعي الهيئات الناخبة حتى 18 أذار، بس رح يكون يعني هذا الكلام اللي حكيه مع كان السفراء الأوروبيين عم بيقوموا بزيارته. نعم، وورد هالكلام على لسانه. بس على كل حال يعني انه طالما هناك اليوم تعرف المجلس النيابي لديه دورة استثنائية مفتوحة، نعم، وأيضا ب 15 أذار تبدأ الدورة العادية لغاية نهاية أيار. فإذا المجلس النيابي هو في يعني أبوابه مفتوحة للتشريع في أي وقت، يعني يمكن دعوته في أي وقت لأجل أن عندما يتم الاتفاق على كيفية السير قدما بموضوع الانتخابات النيابية يمكن للمجلس أن ينعقد، ومن ضمن القانون الذي يصدره يعني قانون الانتخاب الجديد. نعم. تحدد مهل وكل هذه الأمور يمكن معالجتها. يعني نحن أمام خلص صرنا أمام تمديد تقني؟ مش بالضرورة، مش بالضرورة يعني يمكن تعديل طريقة الدعوة، يعني في يعني المجال مفتوح للتشريع بأي طريقة تخدم عملية إجراء الانتخابات. على علمك باتجاه أي قانون تنحو المحادثات؟ والله ما هو هذا السؤال اللي الكل مش قادر يجاوب عليه بعد، وأفضل ما يكون في جواب مني ومن غيري اللي مش مشاركين بالمناقشات، لأنه لتنجح المناقشات. نعم. يجب أن تتسم بالسرية. نعم. وبالعمل مثل ما بقول يعني استعينوا على قضاء حاجتكم بالكتمان. يعني مرة الماضية عندما اجتمعت اللجنة الرباعية وسر بالقانون احترق قبل ما يوصل على يعني على الأخبار. فعمليا يعني التفاوض الهادئ والعملي. نعم. إن شاء الله بيوصل لنتيجة. طبعا هناك يمكن تقدم في موضوع قانون الذي أعده الوزير مروان شربل. نعم. في زمن حكومة الرئيس ميقاتي، يعني هناك كلام عليه مع تغييرات قد تجرى عليه، يعني مع تبديلات في الدوائر أو في غيرها. هناك أيضا كلام عن مختلط، ولكن عندما أتكلم عن المختلط رولا هو يعني موضوع واسع جدا، لأنه نعم. المختلط مش شيء محدد، المختلط بيجي بألف نوع. فعشان هيك بعده يعني بتعرفي كتلتنا قدمت مختلط، كتلة المستقبل واللقاء الديمقراطي والقوات قدموا مختلط. نعم. الوزير باسيل اقترح مختلط. فكلمة مختلط يعني كلمة واسعة جدا وتترك الأبواب مفتوحة على الكثير من الاحتمالات.
فبعض يعني التشاور شغال مثل ما حكى الرئيس الحريري أمس وصرح البعض. يعني هناك مساعي تجري كما قلت، الأفضل أن تبقى محاطة بالكتمان والسرية حتى نستطيع أن نصل إلى نتيجة من دون أن يعني تقولوا نحرق الصورة قبل ما نشوفها. طيب بموضوع تاني، يعني ما بنقدر تكون معنا عبر الهاتف وما نسألك عنه، قصة هالموازنة والردة الفعل يلي قامت إثر الحديث عن اتجاه لزيادة الضريبة بنسبة 500% على المشروبات الروحية المستوردة إلى لبنان. اليوم مانشيت جريدة الأوريون لجور كانت مركزة على هذا العنوان، ويعني يمكن الصورة، ما بعرف إذا في قدامك تلفزيون معالي الوزير. لا والله عم بحكي. الصورة يمكن أكثر من معبرة عن هذا الموضوع، وهي وكأن في نهم لأنه تدر أنين الكحول الأموال إلى أفواه المسؤولين. يعني صورة كاريكاتورية بالطبع، ولكن ببلد يعتمد على السياحة وبظل حديث أنه نحن جايين على موسم سياحي واعد جدا بعد كل سنوات الجمود، هل يجوز أن يكون المخرج للموازنة بإضافة ضريبة بهذه النسبة المرتفعة على المشروبات الروحية؟ هلا رولا، يعني انا برايي من انا بفهم انه من يعنيهم الامر يقوموا بحمله مبكره مضاده. نعم. بس انه يعني في جمله مقترحات ضريبيه في الموازنه حسب ما راينا لم تقر بعد في لا في مجلس الوزراء ولا في المجلس النيابي. نعم. فأنا من المبكر المبالغة بالكلام بهالموضوع أيضا، لأنه أكيد يعني مجلس الوزراء عنده جلستين ثلاثة بده يبحث فيهم بالموازنة. نعم. قد يقر هذه الأمور وقد لا يقرها، وأيضا يعني إضافة إلى الكثير من الأمور الأخرى التي يجب أن ينظر فيها مجلس الوزراء. وكما تعلمين يعني أنه إقرار موازنة هو بحاجة إلى أصوات ثلثي مجلس الوزراء. نعم. فإنه يعني إذا في أمور غير منطقية بدها تناقش بالتأكيد. هلأ وبيرجع كمان أنه عندما تأتي الموازنة للمجلس النيابي أكيد سننظر إليها يعني بعناية فائقة، وسنتأكد أنه الضرائب التي ستوضع لن تؤذي لقطاع معين ولن تؤذي الاقتصاد. نعم. بشكل عام يجب أن تكون ضرائب، خلينا نقول ضرائب ذكية. نعم. وليس ضرائب هيك عشوائية. فلا يعني بعد يعني ليس سيف قاطع هلأ ما ذكر، الأمور مطروحة للنقاش. نعم. وما فيك تقولي شو هي الموازنة إلا مع عندما تصدر من المجلس النيابي. شكرا لك معالي الوزير الأستاذ ياسين جابر، عضو كتلة التنمية والتحرير، على هذه المشاركة معنا في البرنامج. سنتوقف للحظات، بعدها مباشرة ينضم إلينا النائب الأستاذ دوري شمعون.